الخير يا داليا. مساء الخير يا استاذه لميس. اولا تردي بتقولي ايه على ال 90% اللي ما نزلوش كما يقول بيان جماعه الاخوان الارهابيه؟ هو الحقيقه كلامهم مثير للضحك اكثر من اي شيء. هم يتحدثون عن انقلاب وما فيش انقلاب في الدنيا بتيجي بعده انتخابات بهذه الديمقراطيه والنزاهه والحريه التي رايناها في الانتخابات الرئاسيه ومن قبلها في الاستفتاء. اي لو احنا فعلا كنا عملنا انقلاب كان زمان مرسي تم اعدامه دلوقتي وكل قيادات جماعه الاخوان اللي احنا سايبينهم بيتكلموا لغايه دلوقتي. غير كده كمان بيتكلموا عن ان 90% ما شاركوش. بالعكس انا شايفه انه بيانهم ده النهارده كان يمهد له منذ اول يوم بادعاء ان نسب المشاركه ضعيفه والاشاعه التي راح الاخوان يروجونها في كل مكان بان المصريين لا يشاركون على عكس الواقع تماما. اللي حصل ان احنا للاسف الشديد اغلب الناس قيموا المساله بالطوابير اللي واقفه قدام اللجان. صحيح. لكن وفقا لملاحظاتنا احنا على عدد الاصوات التي وضعت في الصناديق بطريقه كده اسمها الحزم احنا بنستعملها كمتابعين، لا انا يعني اكاد اجزم ان عشرات الملايين من المصريين ذهبوا وصوتوا. الفكره ان ما كانش عندنا طوابير لاكثر من سبب، اولهم ان اولا عدد اللجان المره دي اكبر بكثير عن ما كان يحدث من قبل. غير كده كمان هذه المرة الإخوان بعيدين عن مشهد المصوتين، بمعنى أننا ما عندناش طوابير دوارة، أننا ما عندناش بطاقات بتتسود، أننا ما عندناش تكدسات بسبب الرشاوي الانتخابية وبسبب حشد الناس بالزيت والسكر علشان يقف قدام اللجان فيعطوا صورة وهمية بأن الشعب المصري عايز فلان أو مش عايز فلان. لا، المرة دي كل اللي نزل نزل بإرادته الكاملة، نزل عشان هو بيحب مصر وعايز يثبت وجود وعايز يثبت قدام العالم ان مصر فعلا دوله تسير على طريق الديمقراطيه وستثبت نفسها في وقت قصير، ونزل من غير ما يقف في طوابير ويدعي وبعدين يرجع يقف تاني في الطابور زي ما كنا بنشوف انصار الاخوان بيعملوا. دي كانت الطوابير الدواره وكنا بنشوفها الحقيقه كتير في اوقات الاخوان المسلمين، وطبعا والكمبيوترز اللي كانت بتوضع على ابواب اللجان يا داليا لو تذكري من اجل توجيه الناس من اجل توجيه الناخب. مظبوط بالظبط. لكن هذه المره غاب كل ده عن المشهد، المشهد كان حضاري جدا وده بشهاده منظمات دوليه يعني. طب بس قبل ما اذهب لده، احنا في اليوم الاولاني كنا قلقانين، كنا شايفين وكنت ضيفتنا وكنا كلنا صحيح. بنتشارك في القلق انه يكون المعدل مش بنفس الكثافه اللي كانت اللي كنا متوقعينها. وده مش عيب على فكره، بالعكس يعني خوف حضرتك وخوفي وخوف كل مصري من اول دقيقه على اننا نكون متحمسين ومتحفزين ان النسب توصل الى ما لا يتوقعه احد، ده شيء ايجابي وجميل والحمد لله حفز ناس كتير. الحمد لله بالظبط هذا القلق انتهى يعني انتشر للمصريين وانتقل للمصريين وبالتالي نزلوا. هو مش هنسميه هو ما كانش خوف من ضعف ولكن حماسه زياده، يعني احنا كنا عاملين زي اللي عايز مثلا يجيب امتياز فجاب جيد جدا فزعلان انه جاب جيد جدا، احنا جبنا جيد جدا يا جماعه، يعني لازم نكون فخورين باللي حققناه. غير كده كمان احنا عشان بشكل علمي نثبت اللي لاحظناه بعينينا كمراقبين اجرينا كده زي احصاء سريع، لكن هو ليس استطلاع عشان اللجنه يعني ما تحاسبناش عليه. ايوه احصاء سريع للعينه الثابته اللي احنا بنتعامل معاها بحثيا طول الوقت. وسالناهم هل ذهبت للتصويت ام لا؟ وكم حد تعرفه صوت او ام لم يصوت؟ فالحقيقه وجدنا ان اغلب العينه بالفعل عملت ده. فمعنى كده ان اصوات الناس دي مش اشباح وما هماش 90% ما صوتوش زي ما الارهابيين بيقولوا. هذا ما يريد الاخوان ترويجه وهي دي لعبتهم لما فشلوا في احداث العنف دلوقتي بيروجوا اشاعات، ولو كان فعلا غالبيه الشعب المصري ما نزلش كانوا نجحوا في اعمال العنف اللي حاولوا يعملوها على مدار الثلاث ايام اللي فاتت. طيب داليا تقييمك بقى ك يعني حد بيراقب الانتخابات عن نزاهه العمليه الانتخابيه، الملاحظات الاساسيه حوالين العمليه الانتخابيه تقييمك ايه؟ هو الحقيقه احنا رصدنا مجموعه كبيره من المخالفات لكن هي ليست انتهاكات، يعني بمعنى انها لا ترقى لافساد العمليه الانتخابيه او الاضرار بها، لكن كلها كانت مخالفات تتمثل بشكل رئيسي في محاولات التاثير او توجيه بيحدث بشكل عفوي من ناس متعاطفين مع كل مرشح من المرشحين، يعني تلاقي مثلا حد عايز يجامل حمدين فياخد مكبر صوت ويلف في كفر الشيخ ويقول يا جماعه انتخبوا حمدين. ولد او بنت بيحب السيسي فنزل يصوت له فيلبس تيشيرت عليها صورته، فكده هو مش فاهم، هو مفكر انه بيحتفل بس هو في الحقيقه بيوجه الصوت. فدي كلها مخالفات من افراد خارج من بيديهم اداره العمليه، فبالتالي هي لا تضر بالعمليه.
اليوم الثالث يا داليا، اليوم الثالث، لانه الصحافه الاجنبيه النهارده كلها، ولو معانا يا جماعه بعض المنشطات من الصحافه يكون معانا دلوقتي على الشاشه، الصحافه الاجنبيه كلها بتتحدث عن ان اللجنه اخرج او يعني مدت لليوم الثالث، وذلك دعما للمشير السيسي لان التصويت كان ضعيف، وده طبقا لتقييم المراسلين الاجانب على الارض. اولا هم ما كانوش حتى المراسلين الاجانب، حتى احنا كمتابعين ما نقدرش نقول انه مين فيهم كان فايز عن الثاني. اللي هيقول الكلام ده بعد الفرز اللجنه العليا. غير كده كمان احنا عاملين استطلاعات راي فيما قبل، ومعروف جدا من له اكثر شعبيه، يعني السيسي ما كانش محتاج يمد يوم. ثانيا هم يتحدثون عن السيسي وكانه جزء من الدوله، يعني مثلا زي ايام مبارك كان مبارك جزء من الدوله فبيتصرف عليه فنقول ممكن انه كان بيلعب. لا، ده مرشح مستقل تماما، الدوله التي يرأسها عدلي منصور وهو شخص بعيد تماما عن الطرفين، هو او هم كدوله هم اللي بيديروا العمليه الانتخابيه وبيديروها بحياديه. فاي كلام يتقال عن ان واحد اقوى من الثاني لدى الدوله وبيأثر وكلام من ده، اولا ده كلام مرفوض. طيب. ثانيا النقطة بقى المهمة والتي يغفلها الإعلام الأجنبي، إنه مفيش عيب أبدا من إنك تمد يوم زيادة، بالعكس كل دقيقة بتفرق، وخصوصا وجود خطأ وقعت في اللجنة العليا وهو مسألة الوافدين مظبوط، يمدوا يوم ويدوا للوافدين تذاكر مجانية لأن هم يرجعوا قراهم أو طيب. مدنهم يعني اللي عايشين فيها، ده شيء إيجابي زي ما شفنا مثلا تصويت المصريين في الخارج لما حرموهم من حكاية التصويت بالبريد، مدولهم يوم مظبوط مظبوط. شكرا، بشكرك داليا زياده المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون.